ينضم لنا عبر الزوم من القدس سيد فخري أبو دياب الباحث في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بحضرتك معنا في مصر جديدة. بداية، بالرغم من حالة شهوة القوة وسكرة الغطرسة اللي عايش فيها نتنياهو بعد الهجمات القوية والنوعية والاغتيالات المهمة اللي اتعملت في الفترة الأخيرة، إلا أن هناك ما يخيف نتنياهو، وهناك واقع على الأرض يعيده في كل مرة إلى النقطة صفر. في رأيك، ما هي أهم التحديات الموجودة في الداخل الإسرائيلي التي يعني سيجدها نتنياهو، أو هو واقع فيها منذ هذه اللحظة؟ ما هي أهم التحديات التي يعني هي موجودة أمام نتنياهو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين الكرام. نعم، أولا تفكك المجتمع الإسرائيلي من الداخل، وربما لا يقوم الإعلام بتسليط الضوء على هذه النقطة التي نراها، لأننا نعيش في هذه البلاد ونعيش تحت هذا الاحتلال، نرى معنويات هذا الشعب التي لا يتم نشرها. وأيضا هؤلاء يفكرون الآن بالنواحي الاقتصادية، وأظن أن عدم استطاعة هؤلاء حسم معركة، للعلم الاحتلال لم يدخل معركة مع دولة ومع تنظيمات ينقصها كثير من اللوجستيات والدعم نتيجة الظروف والحصار، ونتيجة أنها يعني مجموعات ولا دولة، وليست دولة تمتلك إمكانيات كبيرة وإمكانيات حتى الدعم والتمويل وتغيير الخطط، لأنهم تحت منظومة احتلالية حتى لو كانوا ليس مباشرة تحت احتلال. ولذلك المجتمع الإسرائيلي بدأ يتفكك. ما يمسك المجتمع الإسرائيلي الآن هذا الخوف من الطرف الآخر، ولكن في النهاية المجتمع الإسرائيلي اقتصاديا سياسيا نفسيا حجم الخسائر البشرية في الداخل الإسرائيلي كبير، يعني تقريبا 1000 جندي ينضم شهريا إلى قسم إعادة التأهيل في وزارة الحرب، غير القتلى والجرحى. بدون شك، للعلم اصلا رغم ان اسرائيل تمنع عدد كبير منهم من المغادره، هناك لاول سنه منذ قيام دوله الاحتلال عام 1948 عدد المغادرين الذين يتركون بشكل نهائي فلسطين التاريخيه والمستعمرات الاسرائيليه كبير جدا. نعم. وعدد ما يسمى بالقادمين الجدد حسب وصفهم لا يكاد يعني يذكر، اقل من 1% مما كان سابقا، وهم يأتون يعني ربما لأمور مالية أو يعني يتم جلب هؤلاء كمرتزقة. أظن أن الاحتلال حقيقة، نحن لا نبالغ الآن رغم كل الدمار وما يقوم به هذا الاحتلال من قتل وتهجير واستهداف البنى التحتية والمدارس والمستشفيات، إلا أنه في حالة العد التنازلي. نفسيات الاحتلال عندما يقومون بتحرير مخالف لنا كمقدسيين نرى الكراهية، نرى أيضا كيفية أنهم يعني الخوف من المستقبل بشكل كبير، الخوف منا كعرب ونحن تحت الاحتلال. أظن أن دولة الاحتلال الآن حقيقة رغم كل ما تقوم به من بطش ومجازر وجرائم، إلا أنهم بعد انتهاء الحرب سترون المصائب الداخلية والانكسار المادي، حيث أن المجتمع الإسرائيلي في أولوياته النواحي المادية والعيش، وأظن أنه فقد الأمن والأمان الداخلي في النواحي المادية والعيش. كيف يعيش الآن المواطن الإسرائيلي؟ كل مواطن إسرائيلي إن كان مثلا في الجزء الشرقي من القدس أو الجزء الغربي منها أو في أي مدينة يعيشون فيها، دائما يمسك التلفون وينتظر ساعة إعلان الجبهة الداخلية له بأن هذه المنطقة قد تصاب او يعني سقطت بها قذائف او صواريخ. لاول مره في تاريخه انهم بيتعرضوا لكده في الداخل الاسرائيلي في العمق الصهيوني. صحيح، نعم، ولذلك يعني يتابعون 90% من وسائل التواصل والاعلام العبري فقط ليعلموا ان هل هناك صواريخ في الطريق او هل هناك حوادث معينه او ان الامر طبيعي، ولذلك هذا الخوف. نعم. بشكل دائما عندما يسيرون في الشوارع يبحثون عن أقرب نقطة لوجود ملاجئ. نعم. هذه حياتهم الآن التي لا يراها، نحن نراها لأننا نعيش في هذه المنطقة وكل المؤسسات والدوائر الرسمية هي تابعة للاحتلال، فنسير بشكل عادي لأننا نعلم تماما أن هذه جولة من الحرب. وأظن أنهم يعني رغم ما ترونه
إلا أنهم بدأوا يخسرون الحرب. وفي نعم، في الداخل الإسرائيلي إزاي بيبصوا لفكرة استهداف منزل نتنياهو؟ نعم، يعني أنا سمعت قبل عدة أيام من مجموعات حتى يسارية منهم، إذا لم يستطع حماية بيته فكيف يدعي أنه سيستطيع حماية المجتمع بين قوسين الإسرائيلي ويعيد المهجرين منهم الذين يعني تركوا المناطق القريبة من قطاع غزة أو من الحدود اللبنانية؟ أظن أنهم يسخرون من هذا، لأنهم رأوا تماما أن ما كانوا يظنون أنه النمر ثبت لهم أن هذا النمر طبعا الأول. النهارده حزب الله اعلن مسؤوليته الكامله عن الهجوم الذي استهدف قبل ايام مقر اقامه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيصاريا شمال تل ابيب. ايضا النهارده في صحيفه واشنطن بوست عدد يعني من الزعماء السياسيين عملت تحقيق، صحيفه الواشنطن بوست لقوا يعني انه في عدد كبير من الزعماء السياسيين يعربوا عن املهم في انتهاء صفحة الحرب بعد موت يحيى السنوار، وقالوا أنه يمكن لإسرائيل أن تزعم أنها قتلت أكبر هدف في حملتها على غزة حتى الآن. ولقينا أنه في كتير من الزعماء السياسيين على مستوى العالم شايفين أنه حان الوقت لإنهاء الأعمال العدائية. في الداخل الإسرائيلي هل يعني يحملون نفس هذا الرأي؟ المواطن الإسرائيلي بيحمل نفس هذا الرأي أنه خلاص يعني أنتوا يعني عملتوا اغتيالات مهمة وحملات مهمة وقصف في كل مكان في غزة ودخلنا على لبنان، هل في الداخل الإسرائيلي يريدون وقف أعمال الحرب الآن؟ هم يريدون النزول عن الشجرة، فحكومة التلال وحتى الشعب الإسرائيلي عندما يقومون بأي اغتيال فهم طبعا تنتابهم الغرور بداية، ولكن هم يظنون أن هذه نهاية أو على الأقل يرفع الطرف الثاني الرأي البيضاء، وعندما يجدوا أن الأمور كما هي وأن المقاومة ومحاربة الاحتلال على ما هي عليه تعاود يعني تنخفض هذه النشوة التي، ولكنهم الآن يتمنون إيقاف الحرب رغم أن يعني هناك جهة تسمى الصهيونية الدينية التي تريد، لأن لها هدف إقامة مستوطنات داخل غزة، ولكنها فقط لجلب مزيد من الأصوات من الغلاة المتطرفين والمستوطنين. نعم. ولكن كل يعني المجتمع الإسرائيلي نتيجة الخسائر النفسية والبشرية أظن أنهم يحاولون الآن فقط إيجاد صورة نصر لتسويقها ولترويجها، ولكنهم لم يجدوا منذ هذا. قليل إذاعة الجيش الإسرائيلي تعلن عن قائد حرس الشخصيات المهمة بالشباك قطع الإنترنت بمنزل نتنياهو ليلة استهدافه لم يكن صدفة. إذن إذاعة الجيش عن قائد حرس الشخصيات المهمة بالشباك قطع الإنترنت بمنزل نتنياهو ليلة استهدافه لم يكن صدفة. أيضا هناك مسؤول بالبنتاغون أعلن أنه يشتبه بموظفة كبيرة في مكتب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بتسريب وثائق سرية لخطط إسرائيل لمهاجمة إيران. يعني أيضا الجيش أعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر الجيش أتم استعداده للهجوم على إيران ويبدو أنه سيكون في غضون أيام. إذن يعود مرة أخرى الحديث عن الهجوم الإسرائيلي على إيران، ما هو المتوقع من وجهة نظرك؟ للعلم يعني على مر سنوات طويلة جيش الاحتلال ومخابراته إن كانت الشباك أو المخابرات العسكرية أو حتى يعني الموساد عندما يريدون القيام بأي عمل لا يعلنون لا سابقا وربما حتى بعد لاحقا، عندما يتم الإعلان والحديث هي فقط لرفع معنوياتهم، وأظن أنهم لو أنهم استطاعوا أو يستطيعون لفعلوا ذلك منذ فترة. أما بالنسبة لتسريب المعلومات في حالات يتم التسريب من جهات معينة لربما تضليل الطرف الآخر، ربما لتضليل الإيرانيين، وعادة يعني الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هي في خندق واحد، ولذلك لا نثق بما يقوله الأمريكان، ربما هذا التسريب كان مقصود لأمور معينة أو لحرق وصرف الأطراف الأخرى من أن يعني تتخذ احتياطات بل تذهب باتجاه معين. أشكر. ولكن أظن أن الاحتلال لو أراد أو لو كان يملك
إمكانية تقعد لما انتظر حتى يومنا هذا. أشكرك عبر الزوم من القدس، كنت معنا سيد فخري أبو دياب الباحث في الشؤون الإسرائيلية.